كانت لحظة تتويج قصة الحب التي جمعت صالح سليم بالنادي الأهلي، حين وقف صالح يتسلم جائزة النادي الأهلي كنادي القرن في أفريقيا. كانت هذه الجائزة هي التكريم الحقيقي للاثنين معا، النادي ورئيسه. Ladies and gentlemen, I am happy to receive this honor which happens once every 100 years. أنا سعيد جدا بهذا الانجاز. Presentation of the same honor. Thank you. وكانت تلك اللحظة هي أجمل نهاية ممكنة لكل هذا المشوار الطويل والجميل الذي قطعه الأهلي مع صالح سليم من أجل كرة القدم ومن أجل مصر.